نظم العاملون بالصحف الحزبية المتعطلة أمس السبت وقفة احتجاجية على سلم نقابة الصحفيين اعتراضا على قرار مجلس النقابة بتجديد موقع الخبر، واللي كانت هتطلقه النقابة تحت إشرافها للزملاء المتعطلين. وقال محسن هاشم المتحدث باسم زملاء المتعطلين إن وقفتهم الاحتجاجية رفضا لقرار مجلس النقابة بعد وعود النقيب ليهم والبدء بالفعل في إجراءات تجهيز الموقع والمقر المخصص وتشكيل كمان الهيئة التحريرية. وكان قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب الصحفي عبد المحسن سلامة تجميد موقع الخبر التابع للنقابة وصرف إعانة شهرية 1000 جنيه لمدة 3 شهور فقط للعاملين به، على أن تصرف الإعانة من عوائد الوديعة اللي خصصها النقيب مسبقا للصحف الحزبية المتعطلة واللي بتبلغ 20 مليون جنيه. خلينا نشوف، كاميرا بتوقيت مصر كانت موجودة هناك، خلينا نشوف التقرير ده ونرجع نبدأ النقاش. أسباب عودة الاعتصامات والإضرابات تاني للصحف الحزبية والصحفيين الحزبيين هو تأخير صدور قرار بالموافقة على إنشاء موقع الخبر، واللي كان بسمة أمل لكل الزملاء، واللي فعلا كان في حماس كبير جدا للناس كلها تشتغل وتشتغل بمهنية. والنقيب قال يا جماعة قدامكم الفرصة وعقدوا الاجتماعات بتاعتكم عشان تهيكلوا المجلس، تهيكلوا الموقع بتاعكم واعملوا المواقع، وده حصل. وبالفعل فوجئنا في اجتماع المجلس الأخير واللي المفروض ننتظر موافقة كل المجلس على تدشين موقع الخبر، للأسف صدر قرار صادم وهو تجميد موقع الخبر. بعد ما الدولة ادتنا دعم 20 مليون جنيه وبدأ عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين ينشئ موقع ويخاطب المجلس الأعلى بالتراخيص، وفعلا تم إنشاء الموقع وفي مقر وفي أجهزة وخلاص، وبدأنا إن احنا نشوف الشغل ونبدأ كده، فوجئنا إن هو في اجتماع المجلس النقابة الأخير إن بيلغي بيجمد الموقع. والسبب لتقنين وضع الموقع. طب التقنين ده ما زي كل المواقع بيتعمل مع الشغل، لكن احنا لحد دلوقتي مش عارفين السبب الحقيقي ورا تجميد الموقع، وخاصة ان كل مجلس النقابة قالوا ان احنا ما وافقناش على القرار وان هو اتاخد كده في نهاية الاجتماع بدون اي موافقة من اعضاء المجلس. فهل النقيب بياخد قرارات منفردة؟ طب وهو عمل ليه كده واهدر المال العام باجهزه ومقر وفي الاخر مفيش حاجه ويجمد الموقع 3 شهور؟ و3 شهور في الانتخابات، وطبعا ده تسويف لينا وضياع لحقنا وضياع لحق القضيه كلها اللي بقى لها 8 سنين احنا في المشكله دي. واضح انه النقيب بيستغل موضوع الموقع في المسألة الانتخابية، هو متصور ان هو هيتم انتخابه لدورة تانية، هو مش عارف ان هو شعبيته بقت في الحضيض في وسط الصحفيين، وانه هو كده كده مهما حصل مش جاي لدورة انتخابية تانية. دي الوقفة التانية مش الوقفة الاولى، الوقفة الاولانية عملنا وقفة مزلزلة أمام على سلم نقابة الصحفيين يوم الأربعاء اللي فات احتجاجا على قرار اللي اتخذه نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة. وللأسف الشديد فوجئنا النهارده واحنا بنكلم الزميل محمد خراجة عضو المجلس، قال للنقيب في آخر الجلسة، قال لنا أنا هجمد الموقع ده بدون حتى تقول طب أنت فين رأيك وفي رأي الزملاء؟ قال لي ما خدش رأي الزملاء وده قرار فردي وبتجميد، قلت له يعني قرار فردي بضياع استقبل 200 صحفي من الصحفيين الحزبيين ان هم يتم العصف بيهم بهذه الطريقه، هو هدف اللي هو ده كارت يتلعب بيه في الانتخابات القادمه؟ هتقفوا معايا هنشغل الموقع، مش هتقفوا معايا الموقع مش هيشتغل. احنا مش هندي فرصه ولا النقيب ولا مجلس النقابه، احنا كل يوم في حاجه، والمجلس الجاي ان شاء الله باذن الله احنا بنفكر ان احنا هناخد الدور التالت كله واعتصام، الا في حاله ان هو لو عمل اجتماع طارئ للمجلس النقابه وخد قرار بتجميد بالغاء هذا القرار بعودته، احنا في الحاله ديت احنا ممكن نجمد موقفنا، احنا لن نجمد تحركاتنا ولا احتجاجاتنا الا بعد الغاء القرار. احنا قضيتنا مش قضيه سياسيه،
قضيتنا قضيه اكل عيش، ما ينفعش باي حال من الاحوال ان يجي يستخدمه 200 صحفي في عام الانتخابات او في غير الانتخابات والمتاجره بينا. وينضم إلينا عبر الهاتف محسن هاشم المتحدث باسم الصحفيين الحزبيين أصحاب الوقفة. أهلا بيك معايا أستاذ محسن، وممكن تشرح لينا يا فندم للسادة المشاهدين إيه مشكلتكم تحديدا وبدأت إمتى؟ مرحب بيك يا أستاذ. أهلا يا فندم. إحنا مجموعة من الصحفيين الحزبيين صحف المعارضة، هم دول كانوا مجموعة من صحف 12 جريدة، هم دول اللي صنعوا ثورة 25 يناير منذ أكثر من حوالي 10 سنين، والصحف دمجت نتيجة عدم وجود إعلانات أو عدم وجود مبالغ مالية للصرف على هذه الإصدارات. ومنذ هذا التاريخ وإحنا جاء علينا 6 نقباء، ال6 نقباء دول كلهم فشلوا في حل هذه المشكلة، وخاصة إحنا كان عددنا أكثر من 650 صحفي، الآن عددنا حوالي 200 صحفي. هؤلاء الصحفيين من أمهر وأشطر الصحفيين في مصر، وصحفيين مهنيين، منهم اللي كان رئيس تحرير ومنهم اللي كان مدير تحرير، ولم تحل هذه المشكلة منذ 10 سنوات إلى أن جاء النقيب الحالي للسلام محمد سلامة وأعلن عمل موقع لهؤلاء الصحفيين، وفعلا جهزنا الموقع والموقع جهز ويكلم من ده، ولكن للأسف الشديد لم يعمل على أرض الواقع نتيجة برضو نوع من المبطلة ونوع من التكاسل. لا يعني خليني افهم من حضرتك استاذ محسن، دلوقتي انتم بتقولوا هو بالفعل تم تجهيز موقع ومكان للموقع واجهزه للموقع وكل حاجه، طب ايه السبب؟ هو والله السبب حضرتك طرف يقولوا ان التقييم، يعني الموقع لم يتم تقييمه حتى وقتنا هذا، يعني ان الهيئه الوطنيه للاعلام والصحافه لم توافق على إصداره، ومن ناحية أخرى يقال أن الموضوع التأجيل والتجميد جاء لأسباب انتخابية وانتظار الانتخابات القادمة لنقيب الصحفيين، وثلاثة ومجموعة أخرى تقول أن السبب وسبب مادي وليس سبب أي سبب آخر. ونقل عليه جاء هذا التجميد الذي جاء للأسف الشديد بيحصف لنصف بأحلام 200 صحفي حزبي من أمهر وأشطر الصحفيين. طب أستاذ محسن، حضرتك بتقول عددكم احتصام عدد المتضررين وصل 200 صحفي حزبي، لكن احنا شايفين المشاهد اللي موجودة دلوقتي في الوقفة الاحتجاجية في النقابة عددكم أقل من كده، هل في بيان مثلا كلكم مضبوط؟ اتفضل. لا، احنا كلنا رادين هذا التجميد. لو الصحفيين للاسف الشديد في صحفيين من مختلف المحافظات يصعب ان هم ياتوا من خارج القاهره وياتوا من هنا، في ناس من البحيره وناس من اسكندريه وناس من محافظات اخرى، وخاصه في هذه الايام البارده وفي امطار وفي برد قارس وكده وكلام من ده. احنا نظمنا وقفه قبل كده، وقفه كبيره جدا على سلالم النقابه الصحفيين. الصحفيين المتضررين كلهم بيتكلموا كراجل واحد ويتكلموا بلسان واحد، وهو رفض قرار التجميد، والناس بتطالب بمرتباتها وتأميناتها. ده انت حضرتك ما تعرفيش ان مات من حوالي 10 من الصحفيين الحزبيين ولم يجدوا معاشاتهم لأولادهم ولم يجدوا قوت يومهم. ناس بقى لها 10 سنين ما لهاش تأمينات، ما لهاش معاشات، ما لهاش مرتبات. إيه المنتظر في ظل هذا يعني هذه الأجواء وفي ظل هذه الأيام وفي ظل هذه الأوضاع السيئة؟ طب هل تواصل معاكم النقيب أو أي حد من مجلس النقابة يا فندم أثناء أو بعد الوقفة؟
لا للأسف النقيب تم يتواصل معانا غير اليوم، وقال ان هحاول، احنا ضمن له كشف موقع من 120 صحفي وصحفيه ورافضين هذا القرار لكي يتم الغاء هذا القرار المجلس. طبعا للاسف الشديد يتكلم اعضاء المجلس يقولوا احنا لم نوافق على هذا القرار، وقرار يعني عرض على عجل، وان النقيب يقول الكلام ده غير صحيح لانهم وافقوا على هذا القرار، ولكنني سانظر في هذا في هذه هذا القرار مره اخرى. وبناء عليه احنا قدمنا له مذكره موقعه باسماء الصحفيين السلبيين من 120 صحفي لكي يلغي هذا القرار ويرفض هذا، يتم رفض هذا القرار والاستمرار في الموقع الصحفي موقع الخبر. طب في حالة ما لو الأستاذ عبد المحسن سلامة لم يتعاون معكم النقيب الصحفيين، لم يتعاون يعني وهو شاف أن القرار ده قرار نهائي، إيه الإجراءات اللي ممكن تعملوها؟ إحنا إجراءات تبقى إجراءات تصحيحية، إحنا قررنا إن إحنا هنغلق الدور الثالث وهيبقى تصعيد، ثم توقف على نغلق باب النقابة على الإطلاق بحيث إني يتم الغاء هذا القرار ان لم يستقبل ما تنصح فيه. احنا اتفقنا النهارده، انا وقدمنا له المذكره دي، والله لو رد علينا النقيب ووافق على الغاء هذا القرار اللي اتخذه، خد بالك حاجه، لن نكون هناك اجراءات تصعيديه، ولكن ان لم يوافق ستكون هناك اجراءات تصعيديه مزلزله ابتداء من غلق الدور الثالث الى غلق باب النقابه ذات نفسه. وبناء عليه هناك يعني تضامن كبير جدا من الصحفيين غير الحزبيين متضامنين معنا بقوه، وده اللي جعلنا ان احنا ناخذ هذه الاجراءات التصعيديه في حاله عدم الغاء هذا القرار. ولكن انا هناك بعض المصادر التي اكدت على ان بناء على هذه المذكره التي قدمناها بتوقيعات 120 صحفي حزبي باسمائهم وتوقيعاتهم وارقام قيدهم، ان هو سينظر الى او اخذ القرار من الممكن يكون هو الغاء قرار مجلس النقابه اللي هو بتجميد الخبر. فان لم يحدث هذا خلال هذا الاسبوع سيكون هناك تصعيد قوي جدا من قبل الصحفيين الحزبيين، وسيأتي إلينا الصحفيين المختلفين المحافظات. الصحفيين الحزبيين أصحاب الوقفة، شرفتنا يا أستاذ محسن، شكرا لك يا فندم. هنخرج معكم لفاصل ونعود لاستكمال فقراتنا واليوم العالمي لمكافحة الفساد، خليكم معنا.